اليوم ان شاء الله تاخر الملف 24 تسعود، تاخر 24 تسعود باش نناقشوا الخبره، لانه تسلمنا نسخه من الخبره لا حنا الدفاع ديال المطالبات بالحق المدني ولا الدفاع ديال المتهم تسلموا نسخه من الخبره. خدينا الاجل اللي هو 15 يوم، انا اعتبرتها غير كافيه، ولكن على العموم غادي نحاولوا جاهدين اننا نحضروا المناقشه في خبره ونحضروا حتى المرافعات، لانه حنا اللي غنبداو المرافعه كمحاميات ومحامون ديال الطرف المدني. اللي كاين في الخبره قراءه دعمه مبدئيه انها الامور جديه وان هذوك الفيديوهات صحيحه، وديك فيديوهات صحيحه، هذا الشيء اللي طلعنا عليه بشكل سطحي ولكن بشكل معمق، راه فيها صفحات كثيره باش ما نكونوش كننجحوا في حق هذه الخبره القضائيه. مازال خصنا الوقت باش نقراوها بواحد واحد المده كافيه بواحد الافتحاص، وغادي نشوفوا ديك الساعه الامور اللي كانت بطبيعه الحال في صالح الطرف المدني، راه خص الطرف المدني ياخذ الحق ديالو، ولكن المتهم مدان لابد وان يتخذ القانون مجراه.